مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، كل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك على كل السادة المشاهدين في كل مكان، وربنا يعيد علينا وعليكم أيام العيد بالخير واليمن والبركات، ويجعل وطننا السودان دائما في أحسن حال، ويحل الرخاء والنماء والسلام في كل ربوع سوداننا الجميل. زي ما عودناكم دائما في شاشتكم المفضلة دائما وأبدا قناة الهلال الفضائية، بنكون دائما سعيدين أن نكون موجودين معكم في عيد الأضحى المبارك، وعدد من السهرات والبرامج والفقرات المتنوعة. وسهرتنا معكم هذه المرة مختلفة ومتميزة بكل تأكيد، وسعيد جدا أن يشاركين في تقديم هذه السهرة الزميلة العزيزة جدا معزة الدسوقي. معزة كل سنة وأنت طيبة، عيد أضحى مبارك عليك. أنا بك يا محمد خير، كل سنة وأنت طيب، وإن شاء الله دائما في أتم الصحة وعافية ومن أفضل إلى أفضل إن شاء الله. إن شاء الله، سعيد جدا أنه أول مرة نشتغل مع بعض نكون في العيد مع السادة المشاهدين. إن شاء الله دائما أيامنا كلها أعياد، وإن شاء الله دائما من نجاح لنجاح يا رب. أحلى تحية لكل الناس اللي دائما بتتحلق حول الشاشة الأجمل قناة الهلال، كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله عيد سعيد عليكم، وعيد دائما مبارك، وإن شاء الله دائما البلد تنعم بالخير والأمن والأمان. مرة ثانية إحنا بنرحب بكم وسعداء بالضيوف الموجودين معنا. مرة ثانية حنرحب بك يا محمد، عشان نرحب بضيوفنا الموجودين معنا. صحيح، إحنا اليوم سهرتنا معكم كفر وتر بالمعنى الحرفي للكلمة، الفن في الملعب والأداء المتميز والرفيع، الاسم التاريخي الكبير، صنع لنفسه مجد كبير جدا، تحدث عنه الاتحاد الافريقي وتحدث عنه الكاف، صفقت له وكل الجماهير السودانيه بارقام قياسيه يصعب الوصول لها، وقياده منتخبنا الوطني لانجاز كبير هو العوده من جديد لبطوله كاس الامم الافريقيه. ده الكفر، اما الوتر فنان واحد من ابرز الفنانين الشباب، حنستمتع بالتاكيد بعدد من الاغنيات الجميله اللي حيقدمها لين اليوم. صوت يا معزه من اجمل الاصوات، واكثر حاجه عجباني فيه انه هو بغني كده هو مرتاح، بحس كده الغنى ده حاجه سهله وجميله جدا. نجوم على اعلى مستوى حيكونوا معانا في هذه العيديه المختلفه عبر شاشه قناه الهلال الفضائيه. نعم، خلينا نرحب بهم في الاول، رحب زي ما تكلم محمد خير في الاول، خلينا نرحب بكابتن السودان وكابتن الهلال الكابتن نصر الدين الشغيل. اهلا بك وكل سنه وانت طيب. مرحبا بك ومرحبا بالساده المشاهدين، كل عام والامه الاسلاميه والعربيه والسودانيه خاصه بالف خير. عيد اضحى مبارك علينا، ربنا يعيده وعلى بلدنا بالخير واليمن والبركات والامن والامان، وبلدنا تكون في حال افضل وافضل ان شاء الله. سعيد اني اكون على قناه الهلال، اطلع على قناه الهلال اليوم، و سعيد جدا. مرحبا بك، اهلا بك يا كابتن، وكذلك يمتد الترحاب بالنجم الشاب اللي هو بدا خطواته خطوه بخطوه، عشان كده كان طريق النجاح هو اللي حاليا موجود، وهذه هي البصمه الواضحه. علي ساجوري مرحبا بك، وكل سنه وانت طيب ومنورنا اكيد. مرحبا بك يا معزه، وكل سنه وانت طيبه. محمد خير، كل سنه وانت طيب، وكل الشعب السوداني الف خير، وان شاء الله نكون خفيفين عن جمهور قناة الهلال. تحية للكابتن نصر الدين وكل النجوم المنتخب، إن شاء الله نستمتع كلنا. مشرفيننا ومنوريننا، وأول عيدية منك للجمهور، حسمعنا شنو يعني. أنا بعيد على كل الشعب السوداني، وبعيد على الوالدة والوالد وكل الأخوان والأصحاب. حنسمع في شاطي طابلين السمر، هي كلمات الشاعر الراحل سيد عبد العزيز، ألحان فنان إبراهيم الكاشف. خلينا نسمع مع حبيبنا قال ضوى القمر، وضوى القمر بيكشفنا، قال ضوى القمر
حبيبي صافى على الدهر وسرور نبالي نجمة وزهر يا حبيبي صافى على الدهر وسرور نبال وبابال نجمة وزهر وأنا وإنت وأنا وإنت أنا وإنت والعود والنهر أنا وإنت وأنا وإنت وأنا وإنت وأنا وإنت أنا وإنت العود والنهر الروض حوالينا ازدهر وكل ثانية أنفاس الزهر أنفاس الزهر تنعشنا أنفاس الزهر في الشاطئ طاب لنا السهر وحبيبنا قال وقال وقال ضوى القمر وضوى القمر بكشفنا قال ضوى القمر خلينا ليه وقت السحر بالله يا البسمة الودي خلينا ليه وقت السحر الطقس صحوي حلو بديع لا فيه بريد ولا هو حر وغني شوت الربيع وفصل الربيع يا ما سحر هاي غنيني شوت الربيع وفصل الربيع يا ما سحر وغنيني شوت الربيع وفصل الربيع يا ما سحر رفرف على الأفق الوسيع واسمع تسابيح النهر في الشاطئ طاب لنا السمر وحبيبي قال ضوى القمر وضوى القمر بكشفنا ضوى القمر حبيبي أمل النفس وشي المنتظر انت السعادة بأكملة يا أرقى أنواع البشر انت السعادة بأكملة يا أرقى أنواع البشر الليل هدى ونام العدا الليل هدى وسعد الوصال ما أسعدا سعد الوصال وحلقتنا لازم تقعدا وقعدتنا لازم تقعدا نحب بعض دي مؤكدة وعندك تمام ولا مش كدا وأنا مالي مالي ومال كدا ويا حنين أنا مالي ومال كدا وأنا مالي مالي
مالي ومال كده ويا حنين انا مالي ومال كده 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 ولا كده ويا جميل انا مالي ومال كده بس نحب بعض ودي مؤكدة 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 وعندك تمام ولا مش كده جميل يا علي وأداء رائع كعادتك دائما وأبدا وحنستمتع بأغاني كثيرة وجميلة يا معز لكن نعم. واحدة من أجمل الحاجات اللي كانت السنة دي هي تأهل منتخبنا الوطني لكأس الأمم الأفريقية والنجاح الكبير والعبور والانتصار اللي عملوا لنا ناس نصر الدين الشغل اللي كانت عيدية مبكرة ربما نصر الدين لكل الجماهير السودانية في كل مكان لا يا أخي هي صراحة حاجة جميلة جدا يعني كونك تكون مشارك في إنجازات بالشكل ده على مستوى الغاري ومع منتخبات لها اسمها زي غانا وجنوب أفريقيا ورعبتنا مع المنتخب الليبي قدامنا استحقاقات قد تكون ما قد تكون هي أكيد حتكون أقوى فدي حاجة صراحة حاجة كبيرة جدا عزف ليك السلام الوطني إنك تقدم أفضل ما عندك ترفع اسم بلدك ودي حاجة صراحة كبيرة جدا نحن تربنا على الحاجة دي كثير كنت متوقعين بصراحة كده يا نصر الدين إنه ممكن المنتخب مع المجموعة الصعبة في البداية والصعوبات اللي كانت موجودة إنه ممكن يصل للمرحلة والله هو طبعا ما في حاجة سهلة فكرة القدم عموما يعني تغيرت المفاهيم فيها تغيرت كثير من السنوات السابقة بقى في عوامل كثيرة يعني قد تكون في خارج الملعب لكن لها دور كبير جدا في انه يعني تحصل نتائج فمن ضمن النتائج من ضمن العوامل دي يعني انه لازم انت يعني تعيد نفسك كويس يكون عندك لاعبين يعني يتحملوا ضغوط يأدوا افضل ما عندهم يعني حتى لو انت لاعب مهاري ما ملتزم ما بتدي افضل ما عندك طبعا اكيد ما حتلقى لانه انت هنا ده اعلى مستوى في افريقيا يعني كونك تلعب مثلا مع منتخب غانا ده المستوى الاول في افريقيا يعني عندهم لعيبه بيلعبوا في دوريات اوروبيه فانت لازم تكون يعني تضغط على نفسك تتمرن يكون عندك جهاز فني يقدر يعني برضه يديك يعني اشياء كثيره من تمارين من دعم من يعني يديك صيغه برضو المجموعه لازم تكون مترابطه لازم كلها يعني تشجع بعض فيكون مثلا في مباريات اعداديه في في وفي وفي في عوامل كثيره هي خارج الملعب لكن هي اللي بتجهزك لانك انت تظهر بالمستوى المطلوب والحمد لله دي الحاجه اللي حصلت في 3 سنة ونص تقريبا من هنا ولورا فكانت نتائج الحمد لله انه المنتخب بيتاهل للكان يعني كابتن نصر الدين ممكن يكون المنتخب كان مفاجاه التاهل لنهائيات الكاميرون والتاهل لنهائيات كاس العرب كان مفاجاه للجميع شنو الميز كتيبه المنتخب الموجوده حاليا عن الكتائب اللي كانت في الماضي والله اول ما اتعملت القرعه كان يعني الكل يعني بيقول لك انه يعني السودان وساوتومي ممكن يكونوا زي الحصاله كده فكل الناس كانت مستبعده انه يكون في تاهل بحكم انه اخر بطولتين المنتخب ما تاهل لهم وفي ظروف كثيره يعني حاصله مشاكل في على المستوى الكره السودانيه عامه فالمنتخب جزء منها يعني لازم انت يعني انت منتخبك عشان يكون قوي لازم يكون عندك دوري قوي لازم يكون عندك أندية بتنافس غاريا باستمرار لازم يكون عندك محترفين خارج الدوري بتاعك المحلي ف جات خاشة كمان الظروف بتاعت الكورونا التصفيات بدأت تقريبا في 2019 جات خاشة الظروف بتاعت الكورونا وأول مباراة يعني كان الأداء رائع المباراة كانت مع جنوب مع ساوتومي المنتخب فاز بنتيجة عريضة كان بـ4 أهداف فدي أدت يعني
احساس للجمهور للعامة انه في حاجة يعني كويسة تحتاج الناس تدعمها، تحتاج الناس ترعاها، تحتاج الناس تهتم بها. فالحمد لله الناس لقت الاهتمام بعد ما يعني كان في توقف تقريبا قرابة الست شهور. بعد ذاك العالم كله بدأ يرجع أو يتماشى مع الوباء بتاع الكورونا، إنه يكون في احترازات طبية وكلام بالشكل ده. فحصل اهتمام يعني كان له أثر كبير في نفوس اللاعبين، وحسوا إنه في حاجة يعني بتتقدم لهم، هم لازم يكونوا يعني في أفضل حال. والحمد لله الناس اتوفقت فيه. فبعد ذاك حصلت يعني مباريات إعدادية كده بمستوى عالي يعني في الأيام بتاعت الفيفا، فدي بتخليك مثلا يعني بتلعب. لعبنا مثلا مع منتخب تونس، هاي خسرنا، لكن اللاعبين في أي واحد مثلا لما نقعد نتونس كده بقول لك يا أخي والله إحنا ما بعيدين من الناس دي، يعني ممكن ما نكون زيهم لكن ما بعيدين منهم. فدي حاجة كانت مفقودة على مدى سنين لورا، يعني إنك تلعب مع مع منتخبات المستويات دي ما كانت موجوده، بالذات المباريات الوديه. الفيفا دي مهمه جدا. فدي ادت اللاعبين برضو يعني كل واحد بينه وبين نفسه بيقول لك يا اخي انا ممكن ادي افضل من كده، وهو مردوده جاء على المباريات الرسميه الحمد لله. أيوة. طيب علي ساجور، علاقتك بالكوره كيف؟ والله نص نص. لا كده وضح لنا نص نص، ما تديني اجابات عايمة. والله انا كنت بلعب لكن زمان في المدرسه يعني. نعم. فمع الغنى وكده لو كنت بتلعب شنو؟ حارس مهاجم نص يعني؟ كنت تلعب في الوسط. في الوسط زي نصر الدين. ممكن يكون ساجوري هو مر بنفس مراحل التصفيات اللي مر فيها المنتخب لحد ما وصل للنهائيات. انت كنت نجم من الغد البرنامج الكبير اللي خرج عدد من المواهب اكيد، وتابعت تصفيات تكون قاسيه جدا كانت لحد ما يعني خرجتوا نموذج للشباب ممكن يكون هم مميزين جدا. خلينا نتكلم عن المرحله دي لحد ما وصلت للوضع الحالي. طيب انا بدايتي كانت طريق برنامج نجم الغد، الاستاذ باركر صديق له تحيه. كل عام هو بخير. ففعلا يعني المنافسات كانت قوية شديدة، يعني كان في شباب كتار مميزين، فالتصفيات بتاخد يعني تاخد فترة طويلة أو وقت طويل لحد ما الناس تتصاعد وكده ويعني تصل للمراحل الثانية يعني بعد نجوم الغد. يعني هم بيقول لك يعني ما بعد نجوم الغد الناس هتعمل شغلة. أيوة صحيح. فهي مرحلة الواحد يعني بعدها يشوفوا حيعمل شنو يعني، والغنى الخاص والاجتهاد الشخصي يعني. نعم. من دفعتك متذكر كان معك منو حاليا مواصل لسه في الغنى؟ والله كان في فهيمة عبد الله. فهيمة. التحية. نعم. شموس إبراهيم. مكارم بشير. شول منود الله يرحمه. من الشباب في وضاح احمد، في مازن ازهري، في عثمان الشيخ. انا بحييهم كلهم، هم مواصلين يعني عندهم تحيه كبيره لهم كل سنه عندهم حاجاتهم الخاصه. طيب بكل تاكيد هنسمع منك شنو هسه؟ هنسمع اثبت لي نظريه قله من سته، هي كلمات والحان الشاعر الشاب امجد حمزه. انا بحييهم من هنا وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين. اتهام صح. اتفضل خلينا. تحيه لامجد حمزه، كل سنه هو طيب، الصديق العزيز والشاعر الجميل. ونسمع من ساجوري. لي نظر أقل من ستة ويا أخي انت جمال ولا ايه انت؟ هي اثبت لي نظر أقل من ستة ويا أخي انت جمال ولا ايه انت؟ ليه
تفرز الاثنين من عشرة من ستة وعيني وصافة توصف الحدة تفرز الاثنين من عشرة من ستة غلبة في وصفة توصفك انت هيا وصفك بالبان القاك سمح ملتا هيا غلبة في وصفة توصفك انت هيا وصفك بالبان القاك سمح ملتا حيرتني بحسنك يا قمر بنت انت الله عليك للساني سكتة نظري اقل من ستة ويا اخي انت قمر ولا ايه ملكت الزوج له واخجلته هي وماشي بالراحه فجاه عجلته هي لي عذابي نويت معك اجلته لي عذابي نويت معك اجلته لو تجيب لحظات لو تكرم كان ساعات الروح لي قدمت نظري أقل من ستة بالله انت قمر ولا ايه انت آه انت أوصفك بشنو يا ليا غيرت كان لجمال مفهوم ليه وغيرت أوصفك بشنو يا ليا حيرت كان لجمال مفهوم ليه وغيرت أي وراك يشعر الشاق انت سيرت أقول عليك ملاك يقولوا قصرت أقول عليك هلال يقولوا قصرت انت أجمل زول ليه وقابل للجمال يا جميل انت كملت أقل من ستة ويا أخي انت كمل ولا ايه انت جمال مفهوم ليه وغيرت وراك يوشع الشاق انت سيرت اقول عليك ملاك يقول وقصرت اقول عليك قمر يقول وقصرت انت اجمل زول ليه وقابل للجمال يا جميل انت كملت نظري اقل من ستة ويا اخي انت قمر ولا ايه انت اثبت لي نظري اقل ستة ويا أخي انت قمر أثبت لي نظري أقل من ستة بالله انت قمر ويا أخي انت قمر بالله انت قمر ويا أخي انت قمر وبالله انت قمر نجومنا انت قمر وبالله انت قمر الليلة انت قمر يا أخي انت قمر
لي نظر يا قلة من ستة ويا أخي انت قمر ولا ايه انت. شكرا ساجوري، اداء جميل كالعاده معزه. طيب نصر الدين، الشهور اللي فاتت دي كانت شهور جميله بالنسبه لك، اداء متميز مع المنتخب، تاهل لنهايه الامم الافريقيه وانت الكابتن، تاهل لكاس العرب وانت الكابتن، ارقام قياسيه الكاف بيحتفي به، عدد السنوات المتتاليه شاركت بها في دوري الابطال في البطولات الافريقيه، الفيفا بيحتفي بارقامك، يعني سنه اعتقد انه كانت واحده من السنين المميزه لنصر الدين الشغل في حياته الكرويه. والله يا اخي صراحة دي حاجة كبيرة لي بالنسبة لي، أفخر بها، إنه أنا يوم من الأيام أو في شبابي أقول أنا مثلاً عملتها كده وكده، فدي صراحة هي يعني أنا برضو بقول ده نتاج عمل جماعي، الإخوة اللاعبين المدربين برضو كلهم لهم كان لهم دور، حتى المعارف، يعني مثلاً أنت بتمر مرات بفترات عصيبة فبتحتاج يكون مثلا في ناس يكونوا قراب لك، يعني مثلا يدعموك حتى لو في تدني في المستوى في اي حاجه كده ولا كده، لازم يكون في ناس قراب لك يخلوك ترجع للتوازن بتاعك تكون في وضعك الطبيعي، فانا افتكر حاجه نتاج عمل جماعي. جات فتره حسيت انك انت يا كابتن كنت مهاجم هجوم بعنف كبير جدا، مرت بك قابلت الهجوم ده كيف؟ والله زي ما قلت يعني حاليا انت ساهمت مساهمه كبيره جدا في تاهل السودان الى نهائيات الكاميرون، كذلك لنهائيات كاس العرب، الناس زي ما بيقولوا اتقلبوا 80 درجه في الاراء بعد ما تاهل المنتخب مباشره، وتحول النقد اللي كان نقد كان قاسي جدا الى اشادات، عملت شنو قلبت الناس كيف؟ والله يا اخي هي انا بعتبرها زي العمل العام كده، يعني انت اديت حاجه كويسه الناس ممكن تمدحك، اديت حاجه اداء ما كان في المستوى طبيعي حتلقى النقد سهام النقد موجهه لك، فزي ما قلت هي انت يعني اول حاجه لازم تكون انت ذاتك بنفسك من جواك تكون شوية عندك عزيمة، لازم تكون انت قوي تتحمل كل شيء، فانت من البداية انت جيت لعبت في مستوى بالشكل ده او في يعني على نادي جماهيري منتخب بيمثل بلدك طبيعي حيكون في نقد، في ناس ممكن يكونوا يعني ما دايرين لك لله ساكن مثلا ما دايرين لك، فانت لازم يعني تعرف اول حاجة تتعامل معهم كيف، تكون خاطر في بالك انه حتى كره القدم دي متقلبه، انت يوم فوق يوم تحت، ايوه شيء طبيعي، فزي ما قلت برضو نتاج عمل جماعي، انه في لاعبين حولك، في اصدقاء لك، في معارف، في يعني انا برضو بحيي زوجتي من هنا، يعني برضو ليها دور كبير، اسرتي كلها رياضيين، فينا اللي بيلعب كرة قدم، فينا اللي بيلعب كرة يد، في اخواني بيلعبوا كرة يد على كانوا بيلعبوا في المنتخب الوطني مصر السودان، فديل كلهم حتى اخواني برضو العائلة الكبيرة، ففيهم لعبوا لكن ما ممكن ما مستوى كبير، لكن ما مستوى عالي، لكن برضو كان لهم دور كبير في انه يكونوا معي، انه انت يعني لازم تتحمل وتعمل اللي عليك، ان احنا في ظهرك احنا داعمينك، يعني حتى برضو منطقتي انا ساكنه في الديوم الشرقيه هنا في الخرطوم، في مجموعه بتاعت لاعبين سابقين كابتن طارق احمد هذا صراحه خرجت كميه أيوة من اعزاز الرياضيين، ايوه فكلهم التغيبين برضو بيدوك جرعات معنويه تتحمل، طالما انت رضيت انك تكون في الحته دي تتحمل، لانه يوم يجوا يمدحوك انت بتكون لافي في الشارع مبسوط، يوم ينتقدوك ده تتحمل، فالحمد لله هي ما بنقول انتهت، لكن نتمنى ان الحاجه دي ما تتكرر يعني مع اي لاعب ثاني، والحمد لله ان انتهت على خير. ممكن يكون يا كابتن يعني في واحده من المباريات انا ما اعرف محمد لو انت متذكره،
ولقطه بين كابتن نصر الدين الشغال وكابتن اكرم الهادي سليم، خلينا نحييه. هو كان بيقول لك انت الكابتن وانت بتستحي، خلينا نتكلم على النقطه دي وتاثيرها كان عليك. وانت خلاص هي كانت دقائق صعبه جدا في مباراه، لو متذكر مباراه المنتخب صح. امام مباراه التاهل، نعم هي كانت مباراه التاهل يعني، وبعدها مباشره تاهل السودان. نتكلم على النقطه دي وتاثير الكبير عليك. الله يا اخي اكرم، كابتن اكرم، بقول له كل سنه وانت طيب، ربنا يواليك بالعافيه وتعود لنا اقوى. هو طبعا عمل عمليه جراحيه في القاهره، حاليا متواجد في القاهره. هو الكابتن بتاع المنتخب، هو الاقدم، هو الاحق. كابتني انا صراحه، ف له دور كبير في انه المجموعه كلها يعني تكون على قلب رجل واحد. برضو كابتن امير يعني تقريبا احنا اقدم ثلاثه في المنتخب حاليا. فاللقطه دي هي كانت بعد فتره الحكم، بعد مباراه جنوب افريقيا بعد التاهل. فهو كان صراحه حاسس بالشيء اللي كنت انا مربيه في الفتره اللي انت ذكرتها بالتحديد. كان في نقد كبير جدا، الحمد لله يعني توفقنا وكان له دور كبير. فبيجي مرات بيتكلم معي يعني انك يعني انت الكابتن، لازم تتحمل، لازم نشيل لازم نشيل الشيله دي. فاحنا زي ما نقول احنا في وش المدفع نتحمل. فبقول له يا زول ما في مشكله، الامور بتمشي ان شاء الله على خير، احنا طالما بنعمل الشيء صح بعد ده التوفيق من ربنا. احنا نعمل اللي علينا ونتمرن تماريننا، ننتظم في معسكراتنا، في وجباتنا، في الغذاء بتاعنا، في كل شيء بنعمله بالشيء المفروض يتعمل. بعد ذاك خشينا الملعب، التوفيق من ربنا. فله دور كبير وله التحيه صراحه، وربنا يجيبه بالسلامه. تحيه لاكرم وتحيه لكل نجوم منتخبنا الوطني اللي صنعوا الانجاز الكبير ده، ولكل نجوم الكوره في السودان. علي ساجوري بتتعامل مع الانتقادات كيف؟ بتخن جلدك زي الشغيل ولا مرات ممكن تكون بتأثر فيك؟ والله انا ما قاعد اهتم بها اصلا. يعني زي ما قال الكابتن، انت طالما خشيت مجال الكوره مثلا او الغنى او السياسه مثلا، اي مجال عنده ايجابياته وعنده سلبياته يعني. فانت طالما خشيت مجال بتاع يعني فيه مجال للكلام فتستحمل يعني. لو في كلام سمح زي ما قال الكابتن بتمشي في الشارع مبسوط يعني. لو في كلام ما كويس بتتدسى يعني لحد ما الامور تظبط يعني. واحد الشغال ده المره الردم بيجون في وشهم في الملعب، الجمهور طوال فيسه، بس لكن انتوا في السوشيال ميديا بتحرص انك انت تقرا وكده ولا بتتجاهل؟ والله في السوشيال ميديا او في الحفلات يعني. يعني ممكن زول في تقرا التعليقات بتقراها بترد على والله ايوه برد. لكن يعني انا ما قاعد اتعرض لانتقادات كثيره يعني، ما اعرف يعني. حتى لو في انتقادات بتكون في حاجات ما عندها علاقه بالغنى مثلا، في شكل اللبس مثلا او لا. في الستايل بتاع لبن تاخذوك في شنو في شكل اللبس كده؟ في مره كده انتقاد جاك خلاك تغير حاجه طريقه لبسك ولا كده؟ حسيت انه في نقد مفيد جاك يا علي ساجوري؟ والله هو النقد لو نقد مفيد الواحد نعم يهتم به يعني، يشوف الحاجه الخطا شنو بيحاول انه يصلحها يعني. فزي ما قلت لك اكثر النقد بيجيني في يعني الفيديوهات اللي بعملها في السوشيال ميديا مرات. نعم. شكل الفيديو بيكون متطلب يعني لبس معين، فالناس بتتكلم في اللبس يعني. مثلا يعني عندي فيديو في كان في البحر مثلا في بوت كده، فكنا لابسين أردية وكاب كده في الغنية يعني، فالناس اتكلمت عن شكل اللبس يعني. هدوم صيفية عادية صيفية يعني. فهي يعني رحلة كده بتاع. نعم. لكن في الغنى ما في انتقادات؟ لا في الغنى ما قاعد ألاقي انتقادات كثيرة. خلاص هو شاطر بياخد أغاني الحقيبة والأغنيات حتى هي أغنياته الخاصة بتعامل مع شعراء عنده الوزن، عشان كده النقد ما بيكون صعب وقاسي. قاعد يلعب كويس الحمد لله. الحمد لله أكيد مشروع كبير يعني. نعم بتاعنا بغني هسه يعني سمعنا شو نسمع؟ شوف العين قالت دلالة، كلمات الشاعر الراحل الكبير
ابو صلاح والحان كروما. نسمع بلبل الحبيبه. نسمع في التوضيح روق رسالة، النسام جاب الرسالة، في التوضيح روق رسالة، ذكرني الرطب العسالة، الليلة ذكرني الرطب العسالة، وذكرني الرطب العسالة، وهاجش الدمع سالة، هوي شوف العين قال الدلالة، العين قال الدلالة، وصدت من فيها ودلالة، والأعظام تزجت خلالة، ريتك ساكنة جوف خلالة، والأعظام تزجت خلالة، براك سنك شد جلالة، هوي براك الليلة، براك سنك شد جلالة، براك سنك شد جلالة، وسهمك صابح شاي قلاله، العين قال الدلالة، وشوف العين قال الدلالة، وصدت من فيها ودلالة، في التوضيح روق رسالة، ذكرني الرطب العسالة، هوي ذكرني الرطب العسالة، وذكرني الرطب العسالة، وهاي الشوق والدمع سالة، شوف العين قال الدلال، العين قال الدلال، وصدت من فيها ودلال، لا 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 لا. أسباب الغي والعلالة، ضمرة والخسر لعلالة، أسباب الغي والعلالة، ضمرة والخسر لعلالة، ونور في نور يا ذا الجلالة، نور في يا ليل، نور في نور يا ذا الجلالة، دمع انجلالة، شوف العين قال الدلالة، العين قال الدلالة، صدت من فيها دلالة.
ذكرني عمالك مثالا وعلمت الغصن الرتالة في الترني عمالك مثالا وعلمت الغصن الرتالة شفت كل عاشق تالا وشفت كل الليلة شفت كل عاشق تالا وشفت كل وشفت كل عاشق أتالا وصامت كل بسهام غدالا شوف العين قال الدلال العين العين قال الدلال وصدت من فيها وشوف العين قال الدلال وشوف العين قال الدلال وصدت من فيها 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 وشوف العين قال الدلالة العين العين قال الدلالة وصدت من فيها ودلالة حبيكم من جديد ومرة تانية كل سنة وانتم طيبين ولسه العيدية مستمرة مع كابتن نصر الدين الشغيل وكذلك مع علي ساجوري. كابتن نصر الدين مرحبك مرة تانية ويعني نحن الليلة زي ما بقولوا سرقناك من أجواء الضغط الكبير للمباريات والاستعدادات أيضا لاستعدادات المنتخب نفسها، لكن أكيد يعني الاستعداد ما واقفة ولسه عندكم مشروع كبير جدا أنتم حابين يعني تنفذوهم كل اللاعبين الجهاز الفني كذلك. خلينا نحيي السلطان علي برقو اللي هو يعني حسن برقو المشرف على المنتخب وممكن يكون هو قدم خدمة كبيرة جدا لمنتخب صقور الجديان وبمساهمة كبيرة منه والوقفة كبيرة للسلطان في هذه المواقف. خلينا نتكلم عن الجانب ده. والله يا أخي التحية للدكتور سلطان حسن برقو ولو كل سنة أنت طيب وربي يديك الصحة والعافية. الدكتور صراحة هو أول ظهور له معنا في المنتخب كان في العام 2018 في المغرب. نعم. بطولة الشان بطولة المحليين كانت في المغرب. فكان الوقت ده الكابتن محمد طاهر وبعده أكرم وفي محمد أحمد بشير كلهم لهم التحايا. كنت أنا تقريبا الثالث في الترتيب. جاء قاعد معنا و يعني سألنا أنا جديد في كرة القدم ممكن نعمل شنو عشان يعني إحنا في بطولة كانت في المغرب تحت المحلين عشان فالممكن نعمل شنو عشان إحنا نمشي لأدوار متقدمة. فقعد معانا وتكلمنا معاه وإنه مثلا يعني ممكن تعمل كده في يعني في نقاط معينة كده ممكن أنت تشتغل عليها ويعني هي ما عشان البطولة دي هي عامة. وبعد ذاك أنت لقدام بتبدأ مثلا تشوف السلبيات وين تحاول تقللها تشوف اللاعبين محتاجين شنو وتلغيا بتلقى النتائج ماشية كويس. فعلا بدأ من البداية مع الناس بنفس النقاط اللي تكلمنا معه فيها. المنتخب أحرز البرونزية بعدها هو يعني بقى في تواصل دائم مع مهند مع أكرم فتكونت لجنة بتاعت منتخبات هي بقت مهتمة بالمنتخبات برئاسته هو. المنتخب الوطني الأول من الوقت ذاك نتائجه بقت يعني في تصاعد مستمر لحد اللحظة. زي ما قلت لك بقى في اهتمام بقى في اللاعبين بقوا يحسوا انه في يعني في حاجه جاذبه
يعني اللاعبين بيجوا يتهافتوا انه يجوا للمنتخب. صحيح. قبل في فتره كده كان لاعبين بيبعدوا يعني لانه ما كان في حاجه يعني تديك. صحيح. كان فيه اهمال شديد. ايوه فيه اهمال شديد، ما كان في اهتمام نهائي بالمنتخب. فهسه حاليا اي لاعب داير يجي للمنتخب لانه بقى يعني بيشوف انه في اهتمام، بيشوف في حاجات كويسه، ف داير يدي افضل ما عنده في الدوري عشان يجي يختاروه في المنتخب. فان شاء الله يواصل بنفس الحماس ونفس الرغبه والمنتخب يحقق نتائج افضل وافضل ان شاء الله. صح. هو برضه تخن جلده وما يلتفت شديد للانتقادات. طيب نصر الدين قبل ذكرت نقطه مهمه جدا، الاسره الكرويه، يعني والدك ربنا يصحه العافيه كان واحد من نجوم نادي النيل في فتره النيل الذهبيه، تحيه كبيره برضه لاسره نادي النيل الخرطوم العريق. والنشأة في الأسرة الرياضية، الأسرة الرياضية الصغيرة في المنزل والأسرة الرياضية الكبيرة في الديم، ومدى تأثيرها على النجاح المصلي نصر الدين الشغيل لدرجة انه يبقى كابتن الهلال والمنتخب الوطني. والله دي يعني الوالد كان بيلعب في النيل الخرطومي زي ما ذكرت. نعم. انا هسه يمكن في الاسبوع اللي فات كنت قاعد معاه بنتونس كده، بقى يعني بيقول لي يا اخي زمان كنا بنلعب دوري الاولى بس ما كان في دوري ممتاز. نعم. هو لعب في فتره السبعينات، لعب تقريبا 9 سنوات في النيل. صحيح. سنتين في الاهلي الخرطومي. في كلامه انه يعني الدوري كان فيه قوه اكثر وكده، وال يعني كان النيل مع الهلال والمريخ تقريبا التحرير من بحري، فهذه كانوا تقريبا اقوى الانديه في الوقت ذاك. انا من صغير كنت يعني بشوفه عنده يعني هو كان انا ما حضرته هو لاعب، حضرته هو مدرب، فكنت بمشي معه يعني كان بيدرب نادي النيل ودرب نادي العالمين اللي انا منه انتقلت لعبت له الموسمين منه انتقلت للمريخ. كنت بمشي معه وبحضر معه المباريات يعني من فتره لفتره بمشي معه. حتى في البيت كان عنده كتب بتاع التدريب يعني انا يعني الوقت ده يمكن كنت عمر 5 6 سنوات 7 سنوات كده، فالكتب كانت يعني طباعتها بشكل جميل كده، هي ما فيها رسومات وفيها ملونه وكده، يعني يجيب لك شكل اللاعب انه مثلا تحركات وكلام شكل، فكنت بتفرج فيها كثير. شكلها كان زي المجلات، الطباعه بتاعت المجلات دي الورق شكله جميل، فكنت فيها كثير. وبعد ذاك طبعا اخواني الثلاثه الاكبر مني كلهم كانوا بيلعبوا كوره، يعني برضه ما لعبوا مستوى عالي لكن كانوا بيلعبوا كوره، فاولاد عمامي وخيلاني برضه كانوا بيلعبوا كوره، والمنطقه عموما يعني عندنا طارق، كابتن طارق احمد ادم، عندنا كابتن منقسطو، عندنا بقيه الكباتن اغلبهم طبعا لعبوا في الهلال، امير بابكير، محمد دوير، كابتن مزمل رفع الله، تحية يعني كبيرة، مجموعة دو. كبيرة ايوه لعبت اغلبها لعبت في الهلال، في جو انك يعني لازم تكون رياضي، لازم تكون رياضي. حتى فريقنا في تاع المنطقة كان فوقه رياضتين اللي هو الديم وسط، عندك كرة يد وعندك كرة قدم. كرة اليد كان شبه مهيمن عليها فريقنا بتاع الديم وسط، يعني اغلب اللاعبين في المنتخب الوطني بيمثلوا في كرة اليد كانوا من منطقتنا، من ضمنهم 2 من اخواني. فانا شويه كده لقيت انه انا افضل لي القدم ومشيت على كرة القدم. في منطقة السجانة جنبنا برضو هم مميزين في كرة الطائرة، لكن عامة كده القدم ناس منطقتنا في الدين. وانت صغير جربت تلعب حاجة غير القدم؟ لعبت كرة يد ولعبت شوية طايرة، لكن القدم طبعا هي اللعبة الشعبية الأولى. ما حنسأل عن المستويات طبعا. فحسيت انه انا في القدم افضل لي من اليد والطايرة. نعم. اكيد. الزول بيختار الحاجة اللي هو حاسس نفسه انه هو ممكن يبدع فيها. سجوري برضو السؤال لك نفس السؤال كابتن نصر الدين. الأسرة، يعني لما أنت بدأت تغني وشاركت في هجوم الغد، كان في اعتراض على أنك أنت تبدأ مشروع فنان وتنفذه، ولا كان في دعم كبير جدا من أسرتك؟ والله كان في اعتراض طبعا عشان الدراسة وكذا. الدراسة يعني. نعم. لما خشيت هجوم الغد كنت في الجامعة، يعني في أولى جامعة،
او داخل عن الجامعه، فكان في اعتراض انه عشان الدراسه وكده يعني. نعم طيب. لكن يعني الاسره فيها عندي خلاني فنانين من مدينه طابه الشيخ عبد المحمود، فهم يعني بيعزفوا بغنوا لكن على مستوى الاسره يعني او على مستوى المدينه هناك يعني ما ظهروا في الاعلام او كده. الاصل من طابه يا ساجوري، الاصل من طابه يعني. بس في مدح جاي في السكه يا شباب الجهل. فكان في صعوبات شويه وكان في اعتراض، لكن بعد شويه تقبلوا الموضوع. الكلام يعني. القبول ده بعد العدادات ولا قبلها؟ شنو؟ بعد العدادات ولا قبلها؟ القبول ده؟ القبول في البيت. اي بعد العدادات. بعد أيوة. لازم. يعني الفترة اللي ما كان فيها عدادات كان فيها اعتراض شديد. ايوه. شوف لك حاجة طيب، أنت ما أنا وقفت الدراسة يعني عشان الغنى. بقول لي يا أخي أنت ما دام وقفت الدراسة طيب شوف لك حاجة، شوف لك شغلة تانية، لأنه كان لسه العدادات ما يعني قروش الغنى دي لسه ما كانت كثيرة كده. نعم. فبعد العدادات الناس سكتت خلاص. طبعا اطمنوا على مستقبلك خلاص. طيب شغال حياة لعب الكورة صعبة يعني، معسكرات سفر، بالذات انتوا لعبت المنتخب ولعبت الهلال طوالي في حالة سفر، في حالة معسكرات، في حالة مباريات، في حالة تدريبات، يعني تأثير الحاجة ده على الحياة الاجتماعية. الناس بتفتكر انه حياة لعب الكورة مع النجومية وكده حياة جميلة وبتاع، ما عارفين انه في نوع من انواع المعاناة الصعبة جدا اللي بيعيشها لعب الكورة. والله يا أخي زي ما قلت لك أنت، بعد ده بقيت في مستوى عالي، هو أعلى مستوى في الغارة حاليا. فعندك كل سنة أنت مثلا مع النادي عندك بطولة الأفريقية، عندك الدوري المحلي، عندك كأس السودان. إذا بقى في مثلا استحقاقات بتاعت منتخب فأنت دي ضيفة، عندك أربع اتجاهات. يعني انت ممكن الليله مثلا تمشي مباراه مع النادي، تجي يكون في مباراه مع المنتخب. نعم. تجي راجع عندك مباراه مثلا مع في الدوري. كاس السودان دائما بيكون في الفتره الثانيه من الموسم او في. نعم. في الفتره الثانيه من الموسم. فبتجيك كل ما الفريق يتقدم من مرحله لمرحله كل ما الضغط بيزيد عليك. عادي ممكن يكون عيد الفطر برا البلد، ممكن يكون عيد الضحيه برا البلد، ممكن تكون قاعد في البلد لكن ما تقدر تمشي لاسرتك. يعني هسه المباراه بتاعت ساو تومي كانت يوم 23 تقريبا، 23 شهر 3 بعد. المباراه البعده هي الفاصله او الحاسمه مع جنوب افريقيا، انت خاش بفرصه واحده اللي هو الفوز. جنوب افريقيا تعادل او فوز هم بيدخلوا، انت لازم تفوز والمباراه في ارضك. فالمباراه كانت بتاع ساو تومي في ساو تومي يوم 23 شهر 3. مباراه جنوب افريقيا كانت يوم 27. تقدم احتجاج من الدكتور حسن برغو انه يعني حتى الفتره دي كان الطيران عامة كده على مستوى العالم فيه توقف، فسافرنا بطيارة خاصة. المباراة أجلت ليوم، من يوم 27 بقت 28. فتاني يوم اتحركنا من ساو تومي، جينا من المطار أخواننا اللي حصل في سنتين أو سنة ونص ده كله كوم، واللي هيحصل في اليومين اللي قدامنا دي كوم. احنا جينا يوم 24 بالمساء، عندنا 25 و26 و27 ثلاثة أيام دائرين تتأهلوا خشوا الفندق، ما دائرين تتأهلوا كده أمشوا بيوتكم واخدوا لكم يوم يومين وتعالوا. فكانت بعد ده كل زول هو انت ونفسك بعدها. يلا انت كابتن الفريق، كان موقف شنو في اللحظة؟ الموقف صعب. الموقف صعب يعني، انا متزوج وعندي اطفال. ايوه. فبكون داير امشي البيت، لكن اذا انا طلعت اللي حيقول لك يا اخي مهندس والكابتن زاد وطلع. طبعا. لا. يعني لازم نطلع. ففوق لذا كان الفندق يعني عشان تعرف انه الاهتمام كان كيف، المعسكر كان في برج الفاتح، فندق كورنسيا. فكونه انك تحجز للمنتخب في فندق كورنسيا معناته الاهتمام متعاظم. صحيح. في حدث كبير لازم الناس تكون على قدر المسؤوليه. طلعه صعبه يعني، من هناك للمدام يا اخي والله صعبه. الحاصل 1 2 3
وانا كان طلعت بالذات كان انا كان اكرم اكرم شويه حمد واخف زي ما بيقولوا. فانا القصه دي صعبه طالما انت بتلعب ده الناس بتمسك فيك انت. اكرم ما كان بيلعب كان بيلعب يا جماعه كابتن المنتخب بياخد اذن من الحكومه في البيت. لا ما تاخد اذن لكن لازم ما انا داير اوريك انه الحدث كان كبير صراحه كده حدث مهم فلازم تقعد انت بالذات انا بالذات لازم اكون موجود فوق ليدك كمان يعني جوا الملعب لازم تكون انت يعني اي حاجه بتكون فوق راسك انت تتحمل المدام تغطلت الموضوع عادي والله متضايقه لكن ما عندها ما عندها سكه ما عندها سكه ما كان يكون في زيارات يعني في اذونات للزيارات يعني ان شاء الله خمس لا دقائق ممكن هاي ممكن يجوك ممكن هاي لكن طلوع من برضه مقصوم من التركيز طبعا صعب فكلنا قعدنا حتى جينا في المطار هنا مطار الخرطوم يا اخوان والله يا اخي الشغله دي خلاص كتمت نجدط ما تضيعوا حقكم ما نضيع حقنا فغايتوا الناس اتضايقت كده لكن اكلوه زي ما بيقولوا حنانه بعد ذاك ثاني يوم الناس قاعده في المعسكر بيجيك ويقول لك يا اخي مثلا يا اخي دايره والله يا اخوان بعد ذاك صعبه حتى الكوتش ذاته الطلع يواصل طوال ما يجي راجع لانه انت وبعدين كمان المشكله الاكبر فيه كان يعني انت كل يومين قبل كل مباراه لازم يكون عندك فحص ايوه سكرون يلا الفحص انت لو طلعت مشيت اختلطت بالناس ممكن تشيل المرض لا قدر الله وتجي تفكوا للناس هنا في الفندق ايوه يعني احنا حنكون مع بعضنا مجموعه ده نفس الشيء حصل في قبل مباراه ليبيا مشينا الدوحه برضه نفس القصه يا اخواننا عشان تكونوا عارفين من الساعه في فحوصات حتتعمل هنا قبل ما نسافر كان في مباراتين وديات مع زامبيا ايوه قبل المباراه بيوم او يومين حتتعمل الفحوصات تاخذ المسحه من كل لاعب انت طلعت مشيت اختلطت بزول لا قدر الله عنده مرض حتجي تجي تديها لاخوانك تبقى ما في طلعه ايوه برضه الناس مزمرين لكن ما في سكه فبعدها بعد مباراه زامبيا الثانيه برضه لازم تعمل فحص لانك حتمشي حتسافر قبل 72 ساعه لازم تكون عملت فحص برضه عملنا الفحص الحمد لله كل النتائج سليمه مشينا الدوحه طبعا في الدوحه برضه في المطار عندهم عندهم اجراءات صرف ايوه صحيح عندهم حاجه اسمها فقاعه طبيه يعني انت جوا الفقاعه دي لا بتطلع لا في زول بيخش لك وبرضه يعني من ضمن المحاذير كان انه مجموع المسافره كان تقريبا 23 لاعب البحث كلها اذا في واحد عنده في الفحوصات اللي حتتعمل هناك اذا في واحد عنده لا قدر الله عنده يعني النتيجه طلعت ايجابيه ممكن دي انتوا يحجروا البحث كله يحجرونا ونطلع من يعني نطلع من البطوله ولا نلعب المبارزات ايوه فده اللي حصل تقريبا للمنتخب بتاع جنوب السودان فمشينا الحمد لله يعني شوفها انت عارف الاجراءات كانت صارمه كيف اول ما وصلنا بعد ربع ساعه وثلث ساعه اتعملت فحوصات للفريق كله وكله اثنين في غرفتهم الوجبه بتاعتك ما بتطلع من الغرفه بيجوا يدقوا لك الباب يحطوا لك الوجبه قدام الباب وبيمشوا ما في طلعه نهائي يعني اجراءات صارمه أيوة. ابعد حد لحد يمكن زي خمسه سته ساعات انه المغرب كده النتائج جات كلها الحمد لله سلبيه فبعد ده سمحوا للمجموعه ان تاني كلنا نتلم نمشي مثلا الوجبه مع بعض ونجي راجعين حتى قبل المباراه برضه اتعملت لكن انت طالما حشيت هناك والنتائج حشيت الفندق والنتائج سلبيه ما في ما بتحصل حاجه لانه حتى برا البساط الامن الموجودين حوالين الفندق ما في زول بيدخل ما في زول بيطلع فاجراءات كانت صعبه اكثر لاعب مدعب في المنتخب من والله يا اخي عامل لك قلق ودائما انت بتكون شايل همه والناس اللي بتحب تطلع وما تكون حبسه الفنادق دي ما بتنفع ما اكثر لاعب والله يا اخي والله في اللي بيحبوا يطلعوا ديل يعني يمكن محمد عبد الرحمن بيحب يطلع اطهر بيحب يطلع سموه ما بيحب يطلع لكن بيعمل جوطه بيعمل جوطه يعني بيكون هنا وهنا وهنا كلام كثير في برضه يعني في منجد ما بيطلع لكن برضه شنو بيعمل لك جوطه كده بيعمل لك جو وكلام شديد ده لكن عمدا كده يعني مجموعه كلهم اولاد شباب طموحين شباب كويسين يتحملوا ويتفهموا كل
الحياة الصعبة دي. نعم. والحمد لله النتائج ظهرت في الهادي المريح الما متعب كتبت للفريق. والله يا أخي أكثر اللاعبين هدوء يمكن أبو الشيخ معاذ، يا سلام، أمير كمال، كابتن أمير، ديل من أكثر اللاعبين هدوءا كده. في التاج يعقوب، ديل ما بيتحركوا كثير، ما بيتكلموا كثير، بطبيعهم كده يعني بيكونوا قاعدين مثلا في غرفهم باستمرار، ما بيتحركوا، مريحين بالنسبة لك كابتن الفريق. أنا ما أعرف، كنت حاسة إنه سمو قال هو بيكون عامل شغب، ما عارفه ليه، لانه حتى في الميدان وداخل في المباريات هو برضه بيكون عامل نفس الجوطه دي. لا سموال، ما سموال صراحه متعب. متعب شديد. الله تحيي له وتحيي له سموال، تحيي له عبد الرحمن، تحيي له اطهر، وليه معاذ الجوز ومنجد وكل نجوم منتخبنا الوطني، نقول لهم كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد، وتكونوا فرحانين ومبسوطين، فرحتوا الشعب السوداني، وان شاء الله تفرحونا اكثر واكثر في نهائيات قطر وفي الكاميرون، وان شاء الله ان شاء الله نتأهل لقطر 2022. ساجوري، علاقاتك كيف بالفنانين؟ عندك فنانين، عندك علاقات مقربه معهم، صداقه، ولا برضو قصه ما عدوك اللي ابنكارك دي في الفن موجوده زي ما تقول؟ والله علاقتي ما قويه شديد بالوسط الفني عموما، يعني يمكن إلا في المناسبات مثلا، في الحفلات، في الاستوديوهات، يعني بلاقيهم، لكن عندي ثنائيات مع مجموعة من الفنانين الشباب، أنا بحييهم كلهم، يعني غنينا مع بعض، عملنا حاجات يعني ثنائيات حلوة، لكن شكل يعني علاقتي عموما كده ما يعني ما قوية شديد يعني. طيب سبب العلاقات الما قوية شديدة اللي انت قلتها، دايما نحن بنسمع الاشكالات الموجودة في الوسط الفني بين الفنانين، يعني نادر ما تلقى في حب بيناتهم، السبب شنو؟ والله هو في حب يعني انا ما قلت لك لكن في عداوة او في مشاكل، في بعد بيناتهم، يعني العلاقات ما بتكون قوية شديد الا بين فئة قليلة تلقاهم أصحاب مع بعض، لكن خلينا نقول الغالب العام الأصلاً بيكونوا أصحاب، ديل أصلاً بيكونوا أوريدي هم أولاد منطقة واحدة، أو في الدراسة كانوا مع بعض كده. نعم. أما عموماً الناس بتتلاقى يعني في المناسبات، في الحاجات العامة يعني. جميل. طيب هنغني شو؟ طيب نسمع أعطف علي يا ريم من أغاني الحقيبة، هي ممكن تكون أول أغنية أنا أغنيها في نجوم الغد، وأول أغنية أشارك بها في بداياتي. أعطف علي يا ريم هي كلمات الشاعر الراحل أبو صلاح، تحية لأسرته، ألحان كروبة. خلينا نسمع. خصرك رقيق علي، قلبك حجر مالان، بحسب دقايق الليل أنا والنجم زملاء، بحسب دقايق الليل أنا والنجم زملاء، أتابع هواكم جافي الأهل والخلاء، ويلعالي صدرك ما عن ضميرك الحزلان، يلعالي صدرك
ضميرك ما ضميرك الهزلان لو عيني تنظر خدك لو مت ما زعلان أعطف علي يا ريب يا نافر الغزلان خسرك رقيل علي قلبك حجر ما أنا يا جميل بهواك فعلا وقول لسان وبالنغمة تذكرني بالنظرة واللمسان وفاتح رجاح خصرك ولا سيف لحاضك سان فاتح رجاح خصرك ولا سيف لحاضك سان أنا يا مدلل قصدي من الحسن إحسان أعطف أصرك رقيق علي قلبك حجر ما لا شكلك يشيد ويريح قلب الاسوجان وشفنا البدور تسريق من بسمتك سرقان البدور تسريق من بسمتك سرقان وما بين بياض الدر وخضرة المرجان أعطف يا نافر الغزلان خسرك رقيق قلبك حجر مالان مالان الحسني وريحانة السودان يا آية الحسني وريحانة درمان غاية محاسن الجيل في كافة البلدان وساكن بشاطئ النيل وبداخل الأبدان ساكن بشاطئ داخل الأبدان وفي حارة فيها محاسن جنة الولدان أعطف علي أريد نادر الغزلان أسرك رقيق علي أعطف علي أريد أعطف علي أريد أعطف علي يا ريح أعطف علي يا ريح ويا نافر الغزلان خسرك رقيب علي قلبك أي خسرك رقيب علي قلبك الليلة خسرك رقيب علي قلبك أوي خسرك رقيب علي قلبك لا 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 لا
وجهك رقيق وعلي قلبك حجر ما لانه. شكرا علي ساجوري، أداء جميل ورائع كالعادة، ولسه احنا في الروعة، وزي ما قلنا يا معزة الكفر والوتر حرفيا معانا اليوم. في سؤال يا نصر الدين اتصال لكل الجماهير، دائما نجاحات المنتخب كانت مرتبطة بنجاحات هلال المريخ، المرة دي حصل شنو؟ يعني هلال المريخ في دوري الأبطال خلينا نتكلم بشكل عام ما قدموا الأداء المأمول على عكس النجاح اللي كان بيتحقق مع المنتخب الوطني، الناس تعرف ليه اللي حصل؟ والله يا أخي عافية الدوري هنا عافية المنتخب طبعا. نعم. يعني هلال المريخ لما يكونوا في مستواهم أو يلقوا منافسة من باقي الأندية في الدوري فاللاعبين بيجوا المنتخب بيكون فيه جاهزية أكبر. فالمرة دي الناديين كان فيهم مشاكل إدارية أو يعني مثلا المريخ عنده مشاكل إدارية، الهلال كان في تغيير بتاع مدربين، فدي طبعا ليها دور سلبي أكيد. يعني فريق الكورة ده أنت تحاول بقدر الإمكان تعزله عن عن الصراعات الإدارية، تعزله عن المشاكل عامة، يعني لازم تعزل فريق الكورة بقدر الإمكان ما يتأثر بيها، إذا تأثر بيها طبعا النتائج حتكون سلبية أكيد، لأنه أنت يعني دوري الأبطال وصلت دوري المجموعات لازم تكون أنت في كامل جاهزيتك، ما يكون في حاجة مثلا تأثر على اللاعب. فكان في مشاكل كثيرة، يعني أنا أتكلم مثلا عن الهلال عندنا كان في تغيير بتاع مدربين، في جو كان سالب، في لما نجي المنتخب يعني الانعكاسات الحاصله على الـ على الـ على الانديه في المنتخب يعني زي المعزول كان من الانتقادات الحاصله او الانعكاسات الكثيره دي، المنتخب معزول منها او شبه معزول، فاللاعبين بيجوا هنا بحسوا براحه اكبر، يعني ما في انتقاد كبير، ما في ترصد لك في اي حاجه، ما في يعني ما بتحس انه مثلا بتحس انه مثلا يعني في النادي ممكن تحس الناس ماسكين لك على الوحده، تجي المنتخب بتحس نفسك شويه كده انت مرتاح. فالمدرب ذاته له دور، الجهاز الفني له دور، الكابتن الكوتشي فيلود والكابتن خالد بخيت ودكتور وايل والجهاز الفني كامل والطبي كان لهم دور كبير، لهم التحيه وكلهم كل سنه طيبين، لهم التحيه. كان لهم دور كبير في انه يعني ادوا يعني جرعات بدنيه وشغل نفسي بالنسبه للاعبين، انه يعني الشيء الحاصل في انديتكم ده خلوه بعيد، خلوكم هنا ده الشيء براو. فاللاعبين مشوا هناك بضغوط اقل، في شغل بيعملوا مثلا الجهاز الطبي، الجهاز الطبي في شغل معين كان بيتعامل عن طريق دكتور وايل، شغل بتاع حجامة، شغل بتاع استشفاء باستمرار، ده بيجيبك انت يعني بدنيا كده بتحس نفسك انك انت كويس، يعني ما بتحس في اجهاد، ما بتحس في التعب، ما في اصابات قليلة الا تكون مثلا التحامات، لكن ما في اصابات عضلية وما حياة بشكل كده. فالمدرب ذاته بيشتغل شغل بدني بحاجه بيعرفه هو براو، مدرسه فرنسيه مقابل الشغل اللي بيشتغله زي ما قلت دكتور وايل. اللاعبين لما يجوا الملعب يعني انت لما تحضر كده للمباراه المنتخب بتحس انه في شويه مرونه، يعني اللاعبين تحسبهم زي المرتاحين كده، يعني ما مغيدين في الحركه بتاعتهم. صحيح. ده كله ساهم في التغير. أيوة الحاصل حاجات بين المنتخب. ايوه ودي حاجات خفيه طبعا الناس ما عارفينها، لكن ليها دور كبير لازم برضه نذكرها ونديهم حقهم. اكيد ان شاء الله الموسم الجاي. أيوة. معزه حيكون نعم. افضل واجمل للهلال والمريخ ولمنتخبنا الوطني. قبل ما نختم حلقتنا يا معزه، معزه قبل ابحت لي بس قالت لي في هذه الضحيه ما بتعمل اي حاجه، تقعد ما بتعمل حاجه، تقعد وتاكل وتضرب الشيء والمراره. لا انا قلت بكره ما هعمل حاجه. لا ما خلاص ما هو ما تهرب. ما تهرب. بكره انا ما هعمل حاجه، قاعد رافع على الهواء، هنوم بس نصر الدين الشغيل.
علاقتك بالخروف شكلها عامل كيف؟ بتعزله، بتطبحه، بتسلقه، بتقطع الشيء؟ لا ورينا بس. يعني انا اخش في السلخ، سلخ وقطع اللحمه والحاجات. طبيعي حيطبحوا الناس الكبار. عزال بتعرف تعزل؟ لا لا لا. اعتذارك تجي يقول لك يا اخي يا كابتن كيف تمام؟ لا 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 مشي بعيد. تضرب لك السير في اربعه طبعا. وش احوالي يوم؟ علي ساجوري. والله انا بحب اعمل الشيء لكن لا بتحب تعملها ولا بتعملها؟ بعملها يعني. بتعملها؟ يعني بستمتع بال بتكون مضبوطه كده؟ الفحم كده والحركات. طيب معزومين معنا؟ طوالي حبايبي. لا بتعرف تعزل الخروف؟ لا لا. هي في ميزة في انك انت تعزل الخروف؟ ميزة كبيرة. طيب فهو المبني على الموضوع ده كله انك انت تختار الخروف. طيب بعزل الناس السلف يا رب خليك انت بس تختار. التحية والله لنجمة تسجيلات الخروف والمسيطرة على الوضع الحالي. شكرا لكم كثير نصر الدين، والله شرفتنا ونورتنا في بيت قناة الهلال، ودائما بنستمتع بيك قائد منتخبنا الوطني نجم الهلال، دائما بتشرفنا وبتنورنا، وبتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك الرياضية، وإن شاء الله مع المنتخب ومع الهلال تواصلوا رحلة الانتصارات ورحلة الإنجازات والبطولات. أسلم كثير، شكرا لك، شكرا، وسعيد إني أطلع على الجمهور عبر قناة الهلال، إن شاء الله نكون عند حسن الظن دائما إن شاء الله. إن شاء الله. علي ساجوري شرفتنا ونورتنا كثير والله اليوم. تسلم تسلم يا محمد بنورك. أنا بحيي المشاهدين تاني وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، وتحية للمنتخب الوطني، إن شاء الله دائما يعني منتخب في تطور وفي تقدم إن شاء الله، والسودان دائما للأحسن يعني. هدام الأغنية للمنتخب؟ استاهل؟ أكيد طبعا. طيب استاهل معناه نسمع المشروع الجاي إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك يا علي. أغنية للمنتخب وأغنية للهلال. أها خلاص عشان نقفل نقفل على كده. شكرا لك مرة ثانية علي، وشكرا لك يا كابتن نصر الدين، نتمنى لكم أكيد التوفيق. ونحن يعني السودان طول من التتويج، فعشان كده المسؤولية كبيرة بتقع عليك انت ككابتن للسودان. نعم. انه انتوا تجيبوا الفرح ده من جديد للسودان. نعم. ان شاء الله تمنياتنا لك بالتوفيق في محطة نصر الدين، وان شاء الله يرفعوه. نعم. اكتر واكتر يا معزة، ودائما بنكون سعيدين واحنا بنلاقي مشاهدنا الجميل عبر شاشتنا، شاشة قناة الهلال الفضائية، في كل المناسبات اعياد وغير اعياد، دائما بنكون حريصين تماما انه نقدم لكم حاجة تليق بمقامكم الرفيع عندنا وعشاق سيد البلد وكل الناس اللي بتحضر قناة الهلال الفضائية. شكرا يا محمد، كل سنة. شكرا يا معسى، كل سنة وانتم طيبين. نختم سهرتنا مع علي ساجد. تودعني وانا مشتاق لك كم بدري عليك، انا تودعني وانا مشتاق لك كم بدري عليك، وكان بدري عليك والوقت طويل، كان بدري عليك والوقت طويل، واللمس جميل في سكون الليل، وكل الأفلاك وكان في أملاك، وكل الأفلاك وكان في أملاك، تنزور لعلا مشتاقة إليك كان بدري عليك، تودعني وأنا مشتاق لك كان بدري عليك، وكان بدري عليك علي وداع يا المغري وفاتني بداعك، بدري عليك علي وداعك يا المغري وفاتني بداعك،
رحت وما زال عندي شعاع وخليني أنا وفيه يا معنا وخليني هنا وفيه يا معنا ومع إني أنا يا حبيبي أنا بالروح أفدي كان بدري عليك تودعني وانا مشتاق لك كان بدري عليك وكان بدري عليك والوقت طويل بدري عليك والوقت طويل واللمس جميل في سكون الليل وكل الأفلام وكانت يا ملا بتنظر لعلا مشتاقة إليك كان بدري عليك تودعني وأنا مشتاق وكان بدري عليك حبيبي تعال ويا حبيبي تعال 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 أغري واسحرني جمال وانت الامان وفي المضى والحال انت الامان وفي المضى والحال وليل عفة مثال وعلى الاجيال انا بفخر بيك كان بدري عليك تودعني وانا مشتاق لك كان بدري عليك هاي تودعني مشتاق لك كان بدري عليك تودعني وتودعني وانا مشتاق لك كان بدري عليك.